مرحبا أصدقائي، مرة أخرى ننتقل للموكب رقم 2. أول واحد شرحنا الموكبس، قلت لكم أنا بطريقة، فأنت فيك تبدع تحط شو ما بدك وتظبط أمورك حسب أنت اللي بناسبك. نيجي للموكب الثاني أو السكرين شوت، يعني الموكب هي نفسها سكرين شوت أو الموكب السكرين شوت الثاني. بتعمل رايت كليك، بعد ما عملنا قلنا لكم بتروحوا بتنزلوا هاي الموكبس. نيجي على إشي اسمه كلاي موكب 3D. ليه؟ انا طبعا هحط هاي الفيديوهات، كل فيديو لحاله، ونشتغل عليها ان شاء الله. بنعمل كلاي 3D موكب. هاي جميلة جميلة جدا، كتير حلوة، تخليكوا تشوفوا فن. هلا انا بدي اخليك تشوف فن، شوف شو بدك تعمل، ركز معي. سمها ما تعبي شوي. شوي يعني شوي بطيء، لكن لأنه الموقع حجمه كبير والأمور اللي فيه كتير كتير كبيرة، فمرات بتعلم معك. شو بحكي لك؟ سلكت اير، بضغط هون لحاله أخذها. شوف يا عزيزي، شوف شو يا عزيزي، شو فيك تعمل؟ فيك تعمله هيك، فيك تعدل تظبط تساوي. تتذكروا قاهرة التطبيقات؟ هذا هو الموقع اللي قصدي عنه. فأنت فيك تعمل هيك، فيك شو ما بدك تعملها. شوف، بدك اياه هيك، بدك اياه هيك، بدك اياه على اليمين على الشمال. انا بدي اياه هيك شوي لهدف معين. فيك تسيفها كصورة، بتعمل سيف از ايمج. خلينا نضغط سيف از ايمج. هاي سيفتها كصورة، نزوم اوت. هاي انا سيفتها كصورة، بكبرها شوي. بدك اياها زي ما حكينا، بتعمل اكسبورت، بتشيلي اجنور اوفرلابينج، بتعمل اكسبورت. هاي الصورة شفتها، هاي عندك سكرين شوت جميلة مرتبة حلوة. بدك تقص قصة، زي ما بدك. خلينا نقصها مثلا كروب، تعمل هيك كبر هيك شوي. خلينا نقصها هيك، قصها هيك. فانت فيك حابب تقص قصة، لكن شوف الجميل اللي بتعلمكم اياه. شوف الجميل يا صديقي، اترك لي اياها يا جنب هون. روح لي على جوجل، اكتب لي اوفيس بيكتشرز، تروح لي على الصور مثلا. انا بدي اختار هيك صورة، مثلا هاي الصورة، حط لي اياها سيف بس، حطها ولا هي موجودة اصلا على الديسكتوب. نروح على فيجما، نضغط هيك، بدي الديسكتوب. وين وين هاي الصورة؟ بدي اياها هاي الصورة، جيب لي اياها يا ابو لارا. حطيناها هون، تعالي يا صورة، شوف الفن، شوف الفن يا عزيزي. واخر شي بقول لك ابو لارا ما بفيدنا، شوف يا عزيزي، شوف، جيب لي هاي الموكب، حط لي اياها. طيب انت يا ابو لارا، طب ما مش عم بيجي على الصورة. بسيطة، بتعمل رايت كليك، تقول له برينج فورورد، هي صار هون. من صغره بنحطه هيك او هيك، زي ما بدك. يا سلام. طب انا يا ابو لارا كيف بدي اسيب هاي الصورة؟ بسيطة،
تعمل تجمعها هيك كلها وتعمل اكسبورت من هون، تضغط على هاي ونعمل اجنور، نعمل اكسبورت، هيجيب لك اياها ملف زيب انت بتعملها اكستراكت. تمام، صدقوني يا اصدقائي والله العظيم انه انا عارف طبعا ويت، لانه الموقع شوي تقيل، انا عارف المبرمجين حيكرهوني، انا عارف، ولكن هذا لازم نشرح للناس اللي حابة تعمل موك ابس هيك او سكرين شوتس جميلة للتطبيقات وتنزل على جوجل بلاي، يعني فجميل، جميل صراحة، جميل جدا. فانا حبيت يعني ما بديش اخبي شي عنكم، خاصة لمتابعي قناة العافية، دايما بحب اعطيكم الشغلات الحلوة الجميلة، يا ريت تشتركوا بالقناة وتفيدونا يا اصدقائي. شوف يا عزيزي، يا اما بعطيك اياه هيك، اعطاك اياها هيك الصورة، شوف حدك مزهرية هون، يا اما اعطاك اياها صورة كاملة، شوف ما احلاها الصورة، شوف ما اجملها، وهاي صورة تطبيقك هون ومكتب وحركات. طيب في شغلة تانية نعملها، انا يا ابو لارا بدي احط التطبيق تبعي على برج خليفة مثلا، هاي برج خليفة، برج خليفة، مثلا انا بدي احط صورة التطبيق مثلا هون، مثلا خلينا نسيف هاي الصورة، خلينا نحطها على الديسكتوب، لا سيفها كموقع، اوكي ما مشكلة. دي هاي الصورة، اوكي هاي سيبناها على الديسكتوب، نروح على فيجما، على الديسكتوب، لا انا بدي هاي، هاي حطيناها، تسحبها وبتجيبها، هاي كبر، خلينا نكبرها، خلينا نجيب من موقع بيكسل أفضل، لأنه بيكسل صوره كتير حلوة، برج خليفة، مثلا هاي الصورة. انا بدي اعملها سيف فري داونلود، هاي سيفناها، نروح على الداونلود، نفتح فيجما مع الداونلود، بحط هاي الصورة، هاي جبنا برج خليفة، تمسك تطبيقك طبعا، هو لانه شو قلنا، بنضغط رايت كليك برينج تو فرونت، بجيبه وبحطه هون حد برج خليفي او خليفة عفوا. حلو، جميل، ما مشكلة، اوكي تعدل بتظبط زي ما بدك، فيك انت تعمل كوبي، اعمل كوبي هاي بيست، هاي صورة ثانية كوبي وبيست، بس هاي صار عندك صورتين، بتعمل تعلم من كلهم، تعمل اكسبورت، اجنور، اكسبورت 3 layers. شو رأيك يا عزيزي، شو رأيك بالفيديو، شو رأيك بالفن، فن جميل. تمام، طبعا ويت انا وين مشان ما نطول بالفيديو اكثر، فهاي البلاجن الثاني اسمه كلاي موكابس، تمام اسمه كلاي موكابس. ننتقل للبلاجن
التالتي.